قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في مستشفى قوة الدفاع، وذلك للإطمئنان على صحة سموه وتهنئته بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه. وقد عبر جلالته عن خالص تهانيه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أنعم الله به على سموه من نعمة الصحة والعافية، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ سموه من كل مكروه. فيما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك حفظه الله على ما أبداه جلالته من مشاعر طيبة وحرص على الاطمئنان على صحة سموه، سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يديم عليه مفور الصحة والعافية، وأن يحفظ مملكة البحرين تحت قيادة جلالته لتحقيق المزيد من الإنجازات لخير ونماء شعبها وتقدمه.